لن تنجو بفعلتك هذه أيها المعتوه. سام وكلوفر وفريق الووب كله سوف يأتي لإنقاذي. حماية البطارق من ذوبان الثلج إنها المهمة الأسوأ لنا. أعني نسبة لعصافير أنيقة مثلنا، هذه المهمة لا تليق أبداً. هي، ألا تعتقدان أن المخبأ كان في الجهة الأخرى من الملعب منذ بعض الوقت؟ أوه، يا له من مكان مخيف. هل يمكننا مساعدتك؟ نحن عميلات سريات للووب، أنا سام، كلوفر وأليكس. قلت لعنة أمونرا؟ إذن قل لي أيان من فضلك، كم من الوقت تدوم هذه اللعنة؟ هي، ألا يصلح كملقة شعر مذهل؟ سام، أود أن أصرحك بأمر صديقتي، أخشى المومياءات كثيراً. كنت أرجو ألا تطلبي مني ذلك الأمر سام. نحن فخورات بك كلوفر، بالمناسبة ما رأيك بتذوق هذا الطبق الشهي؟ انظرا، إنه ما يحلم به الرجال، سكين سويسري للأعياد، 20 شفرة، وقارئ كاراوكي أيضاً. ليس مناسباً. ما رأيكما لو قدمنا له حملة غولف مخملية؟ ومن يروق له هذا؟ على أي حال، كل هذه الأشياء لا تليق بجيري أبداً. ولكنها مخملية وتنقل إلى جميع الملاعب. وجدتها. سوف نعصب عينيه ونجعله يصعد معنا في منطاد. أو يمكننا أن نرمي به من أعلى الجرف دون أن نقول له إنها مفاجأة عيد ميلاده. ربما سنفقدها. ربما تأخذ الشعر الذي يقص وتصنع منه شعراً مستعاراً. أرجو أن نرجع في الوقت المناسب لمفاجأة جيري في عيد ميلاده. جداً. جيري نجم السينما السويدية العالمي، ولكن لا يمكننا البوح باسمه لأنه حقاً مشهور. رائع جداً. حسناً، فلنذهب الآن. أو let's go now، أوكي؟ أجل، إنه نجم سينمائي عالمي، ولكننا لن نستطيع البوح لك باسمه لأنه مشهور جداً. ولكن لماذا يريد شعراً مستعاراً؟ لأنه في الحقيقة أصلاً. إلزما مكانكما. أمسكت بك. أمسكت بك. ليست سارة أبداً، لقد جئنا إلى هنا لإفساد خططك الملتوية. لا مشكلة. هذه الأداة بطيئة لكن فعاليتها قوية. سنذهب الآن إلى صالة الحلاقة لإنقاذ كلوفر. أحياناً نصاب بخيبة أمل كبيرة. نحتاج إلى خطة أكثر نجاحاً. وجدتها. أوه، لقد نجحت كما في قصة جميلة والوحش. أليكس، أنت مخطئة، إنها حكاية رابونزل. أتمنى لو أن علاج فيليسي لا يضعف طاقتك الحيوية، لأن شعرك لم يكن يوما بهذا اللمعان. انظري إليها يا سام، تبدو وكأنها في قمة الغضب. أنا لا أصدق، إنها صلعاء، لا توجد أي شعر على رأسها إطلاقاً. لقد أتممنا المهمة بنجاح. أجل سام، كلوفر، ساعداني على إيجاد حجة لعدم حضور الدرس غداً. لا أستطيع لا أستطيع لفظ الكلمة حتى. معذرة أستاذ وولش، لدي موعد مع الطبيب وللأسف لن أتمكن من حضور درس تشريح الضفادع غداً. حسناً، سأضع لك جانباً ضفدع بغية أن تشرحيها يوم الاثنين. الاثنين؟ آسفة، ولكن لدي موعد مع طبيب الأسنان. بهذه الحالة أيمكنك الحضور يوم الثلاثاء؟ لدي موعد مع طبيب العيون. إن هذا الدرس يشكل 50% من علاماتكم ولا يمكنكم أبداً تفويته. لا تقولي لي إنك تخافين من هذه الحيوانات الصغيرة واللطيفة أليكس. هاي، أنا أعرف من هو هذا الرجل. نعتذر لتغيبنا عن درس تشريح الضفادع. ولكي تسامحنا كتبنا موضوعاً حول تشريح الجسم البشري. هذا لطيف جداً، ولكن بما أنكن لم تقمن بتشريح الضفادع أخشى أن أكون مجبراً على إعطائكن هذه
هذه الكتابات مذهلة فعلا. أنتن تصفن الجسم البشري بكامل تفاصيله كما لو أنكن أتيتن بهذه المعلومات من مصدرها الفعلي. تقريبا. لستن بحاجة لتشريح أي شيء. أنتن الثلاثة نلتن علامة ممتاز. ويمكنكن الاحتفاظ بالضفادع كحيوانات أليفة. شكرا جزيلا لك. موقف التناوب كان مذهلا أليكس. هل تعلمان أخيرا أنا مغرمة؟ إنه مميز وسيم جدا. إنه نابغة. إنه بطل رياضي مذهل. للحظة ظننت أننا نتكلم عن ذات الشاب. مرحبا أليكس، كلوفر، سام. مرحبا داني. مهلا، لماذا تنظران إلى حبيبي بهذه الطريقة؟ حبيبك داني هو الشاب الذي كنت أتكلم عنه. بأي حال إنه معجب بذكائي. بأي حال هو لم ينظر إليك أصلا، وهو معجب بي أنا وحدي. أليكس، سام، اهدأ، سوف تضربان بعضكما من أجل شاب هو حتما مغرم بي. هذا ما سنرى. أجل، في الحب كما في الحرب. يا لها من قفزة، هل يمكنني أن أجري مقابلة معك؟ حسناً، بكل سرور، يبدو وكأني اخترقت جدار الصوت. أو ربما لأنك تمرنت كثيراً في الأونة الأخيرة. ولكنني لا أتمرن أبداً. لا تتمرن أبداً؟ لا أصدق، فأنت بطل رياضي أولمبي. لدي مدرب ممتاز، والآن علي أن أجلب بزة جديدة. خرج من أنف أحد المتزلجين. ولكن كلوفر، بماذا تنكرت حتى لا يت... هل تعنين أني سمينة؟ إنها عملية حسابية، علينا توزيع وزننا حتى لا ينكسر الجليد تحتنا. تفكير سليم سام، علينا أن نعمل بسرعة، حياة كلوفر وميرا رهن بذلك. أرجو أن نجد المضاد سريعا أو أن نتمكن من انتزاع الدارة. مهلا لحظة، قالت كلوفر إن المتزلج لفظ الدارة عندما عطس، علينا جعلها تعطس. ولكن ماذا عني أنا؟ أنت لست ملفتة بما فيه الكفاية، لذا لست مدعوة. أنا لست ملفتة. إلى اللقاء يا فتيات، أراكم يوم السبت. إلى اللقاء. تبدو وكأنها حمولة أفياء. كاندي، تعلمان فكرة جيدة لوشم مميز، أعضاء الفرقة الثلاثة محفورون في قلبي دائما. سوف نتكلم عن هذا فيما بعد، اقترب موعد حفلة السلام الموسيقية.